ما أريد أن أقوله، إحنا مقبلين على فترة قد تكون خطيرة ما لم يكون هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري للمحافظة على الطاقة الإنتاجية وزيادتها، فالعالم مقبل على أزمة طاقة بشكل أو آخر. أنا لا أتنبأ ولكن أحذر، لأنه ستتلاشى الطاقة الإنتاجية الغير مستغلة عالميا. هذا من باب التوضيح. من باب الاستدراك المهم هو: من الدولة الوحيدة التي أقدمت على زيادة إنتاجها؟ هي المملكة. ومتى كان ذلك؟ كان ذلك في شهر أبريل 2020 في قمة أوج الجائحة. سئلنا في ذاك الوقت من كثيرين: كيف لكم أن تقرروا هذا القرار في هذه الظروف الاستثنائية والتي هي معززة لحالة عدم اليقين؟ فكان جوابي: نعالج بعدم اليقين بيقين، لأنه إذا أنت كمستثمر أقدمت في مرحلة عدم اليقين فأنت بيكون لك السبق في الاستفادة. التردد من الآخرين هو نعمة لك لا نقمة، ومبادرتك بالاستثمار هو أفضل لك من أنك تتردد مع الآخرين.